نقطة نظام إلى كل نائب محترم، خصنا أيام باش نديروا هذه الجلسة. الو خالي، كيبقاو ليك البصر شويه وما تبقاش تلعب فيهم خالي بيديك وداك الشيء، لا تنتقل ليك العدوان نيف ولا شي حاجه. يلا سمع، الله يخليك من الزملاء الصحفيين، سيلونسيو البورطابلات ديالكم. تحيه لجميع المنابر الصحفيه اللي كتطبل المشروع ديالنا، ولا عزاء للحاقدين. السؤال الاول، الناس في القرى والجبال كيعانيوا من البرد القارس في ظل غياب المستشفيات. دخلنا عليك بالله، واش هذا سؤال يطرحوه الناس في الصيف؟ الزملاء الصحفيين الله يرحمهم بقاو تفرقوا بين الفصول شويه. السؤال الموالي، من فضلك، الناس في الجبال يعانون من البرد القارس في ظل غياب المستشفيات. الله يرضي عليك بنتي، واش شفتوا الاسئله كي داير؟ ليس خصو يبقى شويه. وهو على ذكر هذا البرد القارس في غياب المستشفيات، وخصو في القرى، واحد الاستاذ في غير كمستملحه بين قوسين، واحد المستملحه، واحد الاستاذ كيقري التلاميذ وسولهم في البرد القارس، قال لهم واش البرد القارس مذكر ولا مؤنث. وين نطق واحد العفريت من دوك الدراري اللي كيقراو عنده، قال لهم مذكر، قال لي باش عرفتي؟ قال لي وتجيب لي كنخرجوا كيهز الصايل الدريات اللي كيقراو معاه باش تعرف هاد البراش هادو المرض فريمون. السؤال الموالي، الوضع الصحي في القرى والجبال مقلق. باش نجيكم بالاخر، مقلق. سؤال الموالي، سمعنا بني ان لي تيست اللي كداروا للمغاربه ديال كورونا بحال فيهم الشك. دخلنا عليك ولا زونه، ما بقاوش ترميو هكاك المصطلح على هواه. الانسان يركز، كيفاش فيهم الشك؟ دابا كدوز التحليله ديال كورونا كتخرج ليك ديال البصر، ما يمكنش. تحليله واحده اللي كاينه في العالم كامل، وحده كالمغاربه شريناها رخيصه شويه 5 اورو، سميتها الفي سي ار، كيخشيو لك داك النيف هنا عرفتي، كيقيس لك البصله السيسائيه مع المخيخ، تنسى البلاصه اللي انت كاري فيها، تكون غادي اللي صفات تخرج في الحاج فاتح. وكاين الرابيد، سموها الرابيد نسبه للجي بي اس، عفوا للتي جي في. الرابيد هذيك زعما كياخذوا لك تحليله من ديال الدم، وكتعطي ايجابيه الا كانت صفراء، سلبيه الا كانت حمراء. وغالبا المغاربه الا دوزوها كلشي الزعتر غيولي كلشي ايجابي، لان ونصيحه حتى واحد ما يديرهاش، راه كلشي غنمرضوا ان شاء الله. السؤال الموالي، وفيما يخص الهجره السريه، هل تعتقدون اش من هل تعتقدون؟ وخليونا في الاجوبه، هذه ندوه حول الصحه. ملي تكون الهجره السريه مرحبا نطرقوا لهاد الاسئله. وجيدون راه ما بقاتش سريه، واش بنادم حرق فلوكة وداير فلوغ من الحسيمه حتى للخزيرات؟ فين هي السريه؟ الناس دايرين فلوغ وهما غاديين خاويين البلاد، وبنادم كيوصل في الفلوكة كينزل كيسجد، ما تقول غير سجل على ريال بيتيز زعما المغاربه. السؤال الموالي لهنا، concernant votre stratégie de l'année prochaine, est-ce que vous avez un plan à long terme? À long terme, non. Malheureusement, non. Il n'y a pas de projet à long terme. باش نكونوا واضحين، داكشي ديال لون تيرم وداكشي، حنا عندنا بلان تمن هنا العشرات الليلة اش غنديروا؟ ما بقاوش تسولونا على لون تيرم، المغاربة خدامين على مشيئة الله، سهل الله في شي حاجة غنتقدموا، ما سهلش راه حنا هكا. بلا ما تبقاو تسولوا على لون تيرم، الله يخليكم. المواطنون يقولون أن تم إهمال العمومي من أجل الخصوصي. هل صحيح؟ هو بصراحه باش نكون واضحين، هو فيما يخص الخصوصي والعمومي في المغرب، هذا ورش كبير اللي حنا خدامين فيه في اطار الحكامه الجيده وتدبير المعقلات. وباش نجيكم من الاخر، حنا الغرض ديالنا هو القضاء العمومي. باش نجيكم من الاخر، ما بقاش نخبيو على بعضياتنا، بغينا ندمروا العمومي. باش من هنا 60 عام كل مغربي يدير كلينيك في دارو يتزاوى ولا يدبر راسه، كل مغربي تكون عنده مدرسه حره حدا الكوزينه. وداكشي حنا غنسولو نسهلو معاهم ونعطيهم في اطار المخطط الاخضر، نعطيهم ميزانيه يبنيو المدارس خاصه يقريو ولادهم وداكشي، حيتاش ما بقيناش قادين على العمومي. ولكن ماشي معقول، حنا في 2020 ومازال العيالات كيولدوا في الدس. بقاو تبحثوا شويه صحه الاخوه الصحفيين والزملاء، الزملاء والزميلات الصحفيين، بقاو تبحثوا. واش عمركم طلعتوا للخياطه باش تسولوا على مترو ديال الدس شحال كيدير؟ دابا الجلي جر رخيص واصل 80 درهم 90 درهم باش كيتقام على الدوله، وكنزيدو حنا التيفيه وداكشي وداكشي اللي غيخشي سميتو في جيبو، كيولي مترو ديال الجليج طالع عليك ب 3500 درهم. دونك بقاو تبحثوا على داك الدس، راه ما السؤال الموالي، قلتوا هذه 10 سنين غادي ديروا بزاف ديال المشاريع، ولكن لحد الان راك ما درتش والو. صحيح صحيح، شكرا للزميل الصحفي على هذا البحث اللي دار. هذه 10 سنين قبل اجتمعنا في اطار واحد المخطط التنموي اللي هو نهضوا بالبلاد من هذه 10 سنين، وجمعنا واتفقنا وحطينا مجموعه من المشاريع، ولكن للاسف تودر لينا الفيشي بي دي اف فين جمعناه، كيوقعوا هاد الاخطاء هاد. المدام كانت غتاصطالي ديك الباب جي البنيه، صيفطت داك الشيء لاكوربي ومشى. وفين هي الميزانيه ديال هاد المشاريع؟ خرجات الميزانيه، وهذا هو الجميل في الامر، ان الميزانيه ديال المشاريع كاينه، هي باش ما نكذبوا الميزانيه كاينه، غير هي مشات. كاين ثلاثه ديال الحوايج اللي كيبرزطوا المغاربه، البطاله والرشوه والتعليم، يعني كيفاش غادي تسيطروا على هاد الشيء؟ اي اسمحوا لي الاخوان الصحفيين، خصني نمشي، البيسريات غيسدوا 8 لاروب. السلام عليكم.